كاليفورنيا أنجيلا كولينز لأتعرف منها أولا أيضا عن تجربتها. أنت استمعت إلى الأذان في تركيا أعتقد، ثم تحولت إلى الإسلام بعد 11 من سبتمبر في فترة. لماذا؟ ما الذي حدث؟ 11 سبتمبر سبب لك مسألة تحدي أو مسألة فضول أن تعرف هذا الدين؟ 11 من سبتمبر كان أمرا محفزا، وكانت فترة من 97 إلى 2001، وفي تلك الفترة سمعت الأذان كمثل الضيفة الأخرى وفتحت قلبي، ولقد قمت بالبحث وطرحت الكثير من الأسئلة والتقيت بكثير من المسلمين، وبعد ذلك كنت مقتنعة بهذا الدين.